وأي واحد فينا يا جماعة يسأل نفسه سؤال، يسأل نفسه سؤالا، لماذا تعيش في هذه الحياة الدنيا؟ تعايش لشنو؟ داير في الدنيا بس تأكل وتشرب وتتزوج، تبني، تركب عربية، وعندك قروش وخلاص بس، وعندك أولاد، وعندك منصب ومكانة بين الناس. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لكن يا جماعة الزول الدار الجنة وعايش عشان الله يرحمه ويدخله الجنة، فإنه لا يفرح بزيادة الدنيا ولا يحزن على نقصانها، لا يتألم كثيرا إن فارق البلاد في طلب العلم، وإن فارق الأهل والأحباب لا يتألم إن نقص منه شيء من أمر الدنيا من المال أو من المساكن أو من المآكل أو من الدعاء والراحة إلى غير ذلك. والذي يريد دخول الجنة فإنك تجده مجتهدا في طاعة الله، تجده دائم التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى، لا يمل كتاب الله، فتلقاه في اليوم يقرأ 3 أجزاء 4 5 6. وأنا بعرف زول شغال في السوق ويمر عليه أيام يقرأ 9 أجزاء وشغال من الصباح للعصر، والله أعرفه بشخصي، 9 أجزاء. الموفق ما وفقه الله تعالى لطاعته. واحد تلقاه دار الجنة، تلقاه بالليل يقوم يصلي، الناس نايمة. يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الزول يا جماعة تلقاه مجتهد في الطاعة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والله أنا الآية دي قدر ما أقرأ أجي أفكر فيها، بفكر في كلمة تتجافى دي. زول ده بينه وبين اللحاف بتاعه لحاف لين وبارد، والهامبريب ضارب، بكرة عنده شغل، يعني بكرة ما مأجز عنده شغل، والسرير ناعم والجو هادي، الليل هادي. قال لك بينه وبين اللحاف ده جفا، سوى جفا بينه وبين اللحاف ده. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بيعملوا في شنو؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وفيما عنده ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.